WAAR Radio. أهلا بكم في برنامج حدث اليوم. إذن كشفت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس عن اعتقادها بأنه من غير الممكن تطهير مدينتي الرقة والموصل من داعش قبل نهاية ولاية أوباما. وأضافت رايس خلال مشاركتها في ندوة نظمتها صحيفة الواشنطن بوست في العاصمة الأمريكية واشنطن: لا أستطيع أن أقول بشكل مؤكد أنه من الممكن النجاح. مسيرة محاربة تنظيم داعش ستستغرق وقتا. تقرير ديانا شاويش. قالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض سوزان رايس أنه يتم تحقيق تقدم مطرد في الحرب على داعش، معربة عن اعتقادها أنه قد لا يكون ممكنا تطهير مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية من التنظيم الإرهابي قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع نهاية العام الجاري. وأضافت رايس خلال مشاركتها في ندوة نظمتها صحيفة واشنطن بوست في العاصمة الأمريكية واشنطن مساء الخميس: لا أستطيع أن أقول بشكل مؤكد أنه من الممكن النجاح، مشيرة إلى أن الحرب ضد داعش ستستغرق وقتا. وأشارت رايس إلى أن استهداف مواقع داعش في سوريا والعراق بالغارات الجوية منذ حوالي عامين، وإلى استمرار جهد التحالف الدولي ضد داعش الذي تدعمه 66 دولة. وشددت رايس على الإصرار بلادها على هزيمة داعش قائلة أنه يتم تحقيق تقدم مطرد ميدانيا. وحول تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بأنه سيستعيد كل شبر من سوريا، قالت رايس أن تحقيق هذا الهدف غير ممكن لأن الأسد لا يملك إمكانيات تحقيقه، كما أن حلفائه لا يرغبون في التدخل لهذا القدر بقواتهم البرية في سوريا. ديانا شاويش لبرنامج حدث اليوم. ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالمحلل السياسي السيد سردار دوسكي. أهلا بك سيد سردار. أهلا بكم. بداية، كيف يقرأ تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض سوزان رايس، تصريحها حول ما قالته بشأن تنظيم داعش وأن المعركة قد تستغرق، يعني تذهب تمتد إلى ما بعد ولاية أوباما؟ إذا نتحدث عن معركة مع الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة كما يسمونها، هل نقصد دولة العراق والشام فقط، أي الأجزاء المحتلة من قبل دولة داعش في العراق وسوريا فقط، أم نقصد الدولة الإسلامية التي بايعوها في أندونيسيا وليبيا والجزائر وغزة ومصر وتونس ونيجيريا وأماكن كثيرة؟ إذا كان المقصد هو فعلا منطقة الرقة أي مناطق في سوريا وفي العراق، فإن أي تحليل أو أي قرار يصدره أمريكا أو التحالف فإنه مبني على استراتيجيات بنت أسسها على الأرضية الموجودة في العراق وفي بلاد الشام. المسألة في العراق تختلف كليا عن المسألة في سوريا، أولا لأن أمريكا نفسها ليست لها تحالفات كثيرة في سوريا ما عدا حزب اليابك الكردي في كردستان سوريا وقليل من القوات التي تتواجد في الساحة، ليس لها تحالفات جيدة في منطقة الرقة أو حولها. السؤال هنا إذا تحررت الرقة، من سيحكم الرقة؟ هل سيعود النظام الأسدي إلى هناك فستكون مجزرة على الشعب العربي هناك في الرقة، أو من؟ الأكراد لا يستطيعون البقاء إلى المدى الطويل في الرقة بعد تحريرها، فهذا السؤال وعليه استفهامات كثيرة. طيب سيد سردار، يعني أستنتج من كلامك بأنه العمليات في العراق أسهل مما عليه في سوريا؟ ليس بالضرورة أسهل. المشكلة العراق أوضاعها تختلف، فنعرف أن بعد تحرير الموصل من سيحكم الموصل، ولكن في الرقة هنالك مشكلة أخرى، من ماذا بعد التحرير في الرقة؟ أما أن عملية تحرير الموصل أسهل من هذا فالجواب كلا. عملية تحرير الموصل مشكلة جسيمة جدا، وهناك عدة نقاط يجب أن نذكرها على المستمعين. القوات العراقية أولا منشغلة جدا في قاطع محافظة الأنبار وتحتاج إلى وقت كثير لتحرير
محافظة الأنبار. لا نشاهد أي تحضيرات جدية من قبل الجانب الجيش العراقي وجيشها لتحرير الموصل. العراق منشغل جدا بمشاكل داخلية ومظاهرات ومطالبة الشعب بالإصلاح وعدم تهيئة الحكومة لمشاكل مثل التحرير. الوضع الاقتصادي في العراق منهار جدا لا يحسد عليه. الحرب تحتاج إلى مصاريف. العراق لا يمتلك أموالا لتصرفها على هذه الحروب. مشاكلها مع الأقليم ومع البيشمركة كثيرة لا تستطيع الدخول إلى هذه المواضيع. الجيش العراقي جيش متعب متشتت ومتشتت بالولاء أيضا ومنقسم يفتقد إلى الولاء الوطني. صحيح. قوات الحشد الشعبي قوات طائفية عراقية بإدارة إيرانية صرفة وهذا الأمر الإيرانية. بالضبط وهذا أمر معروف ولا ينكره لا الحشد الشعبي ولا إيران ولا العراق. إدارة الحرب على السنة من قبل الجنرال قاسم سليماني والذي تم مؤخرا تصويره في عمليات تحرير الفلوجة يعني هو أصلا بالأمس عفوا السيد سردار الجعفري قالها صراحة بأن إيراني هو مستشار سليماني هو مستشار مستشار لكن هذه كارثة على يعني شخصية الحاج قاسم السليماني ليست شخصية مخفية. قاسم السليماني فقط اكتب على اليوتيوب قاسم السليماني وسيطلع لك مليون فيديو عليه من هو وماذا يفعل وما هي مهمته في إيران. الأمر معروف لا يستطيع لا العراق ولا أي سياسي آخر أن يفبرك أي شيء على على قاسم سليماني. فهذه سببت كارثة داخلية وأقليمية. يعني الشخص سيد قاسم سليماني غير مرغوب عند السنة وعند دول كثيرة يعني. دول المنطقة. نعم. طيب سيد سردار حتى نبقى في نفس السياق مستشارة الأمن القومي سوزان رايس يعني كما قلنا التصريح قالت بأن يعني قد تؤجل معارك الموصل والرقة إلى ما بعد ولاية أوباما. يعني هل يعكس ذلك عدم جدية من قبل واشنطن في المضي قدما في الحرب ضد تنظيم داعش؟ واشنطن بتصريحاتها وأفعالها جدية في محاربة داعش. الأمر لحد الآن يقتصر على القصف الجوي والمعلومات الاستخباراتية وبعض المهام الصغيرة التي تتعلق بالمشاة. إذا كان الأمر في سوريا فالأمر جدي هناك أيضا، ولكن نعرف جميعا أن القصف الجوي لا يحرر الأرض، فيجب على التحالف وقيادتها أمريكا أن تهيئ أرضية على أرض المعركة لتساعد بعد القصف وبعد التحرير على استيعاب تلك المناطق. ليست المشكلة في أمريكا أنها غير جدية، ولكن المسألة العراق بلد معقد وبها تعقيدات كثيرة، وسوريا أيضا بلد معقد وفيها الكثير من الجماعات التي تحارب بعضها مع بعض وتحارب مع بعضها الدولة. فالمشكلة مشكلة جغرافية هذا البلد. 100 عام من سايكس بيكو تغيرت الكثير من الأيديولوجيات والمعالم الفكرية في المنطقة. أهالي بعض المناطق مستعربة أو مستكردة أو شالوا المسيحيين من منطقة فهذه البيوغرافية اللي تغيير الديموغرافي تغيير الديمقراطي في اللي سووا ليس بالسهل حلها. المشكلة أن داعش أيضا في الطرف الثاني تستغل نقاط كثيرة. فمثلا مع المناطق المتحررة من قبل الكرد يستغلون الجانب القومي عند العشائر العربية. صح. في الجانب الشيعي يستغلون الجانب الطائفي. صح. ويستغلون العشائر العربية لذلك وعندهم حق. العشيرة العربية ليس لها مفر آخر، يعني أين تذهب؟ الأكراد أعداء بنظرهم والشيعة أعداء بنظرهم وداعش تستغلهم وتقتلهم وتضع عليهم الحدود الدينية. فمشكلة كبيرة يعني. والتحالف بجميع أطيافه لا يريدون التحرير مع قتل المدنيين. ومدينة مثل الموصل تستوعب 1,600,000 شخص مدني داخل الموصل، فلك كيف أن تحرر هذه المنطقة بدون أن تفقد أبرياء؟ يعني هذه مشكلة كبيرة. طيب سيد سردار، هل يقرأ هذا التصريح تصريح واشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش، هل يقرأ بأنه إيحاء
للتخلي عن الحلفاء، خصوصا يعني عمليات الفلوجة انطلقت، عمليات الرقة من قبل وحدات حماية الشعب انطلقت. هل يقرأ كلام كهذا كأنه إيحاء بأنها قد تتخلى عن حلفائها؟ حسب معلوماتي كانت تحالف سيقصف مدينة الموصل الأماكن المستهدفة، لكن ظهور قاسم سليماني في ساحات المعركة والواجهة الطائفية التي أعطت لتحرير فلوجة من قبل الحشد الشعبي والجماعات التي أتوا لتحرير الفلوجة هي التي شكت، عملت نقطة شك عند التحالف بأن لا ينخرطوا في هذا المشروع، لأنه يقدم خدمة مجانية لإيران. بالضبط، هذا لا يستحيل أن يكون الأمريكان شرطيا لمثلا دولة مثل إيران. فهذا الذي رفعت مستوى القصف الجوي، قصفت أمريكا، قصفت في الفلوجة، ولكن أماكن محددة كانت تعتقد أن قيادات داعش موجودة بها، أما الغطاء الجوي المحتسب لم، وكان السبب الرئيسي هو وجود الميليشيات الإيرانية بقيادة قاسم سليماني هناك. نعم. ولكن هذا لا يعني التخلي عن الحرب على داعش. طبعا هناك أيضا تصريح قبل قليل قرأناه، واشنطن تقول بأن داعش خسر 50% من أراضيه في العراق، وبالتالي كيف يمكن الموازنة بين هذه الحصيلة والكلام الذي أطلق من قبل سوزان رايز؟ لم أفهم قصدك. يعني أقصد حسب هذا الكلام حسب تصريح واشنطن الأخير بأن داعش خسر 50%، وبالتالي هناك تقدم. إذا كان هناك تقدم، لماذا تقول واشنطن بأنها يعني قد تؤجل هذه العمليات أو عملية تحرير الموصل والرقة إلى بعد ولاية أوباما؟ ليس خسارة الأرض 50% أو أقل باعتقادي، ليس 50%، معناها أن داعش ضعفت المدن الأساسية، العشائر الكبيرة، القوة العسكرية موجودة لحد الآن. المناطق التي حررت هي مناطق كانت مناطق كردية أغلبية إذا قياسناها في العراق، القليل جدا في الجنوب السني تحررت، الرمادي وبعض المناطق، وهي مناطق ذات استراتيجية اقتصادية، مثلا معبر الرميل في الأردن مثلا تحرر، أو بعض المناطق اللي تقع قرب الثرثار وبعض المناطق المهمة تحررت، أما موصل هي المدينة الكبرى، الفلوجة اللي صار للدولة حوالي 10 سنين في أيام القاعدة وبعدها لحد الآن لم يستطيعوا تحرير الفلوجة لحد الآن. داعش مسألة أنهم لا يستطيعون التحرير أو سيتخلون عن تحرير الموصل هذه مسألة قطعية، والجواب هو لا، سيشاركون، لكنها مسألة صعبة. كما ذكرت الأمريكان لا يستطيعوا أن يعملوا أي شيء داخل هذه الأرض بدون اتفاقيات من قبل الطوائف والقوميات الموجودة لهنا. كانت دائما أمريكا تقول سنساعد العراقيين في الحرب على داعش بشرط واحد، وهو اتفاق العرب السنة والشيعة والأكراد في مسألة التحرير، وهذا أمر معروف. الأمر صعب جدا، الأمر صعب جدا، الأمر صعب جدا، لأن التمثيل السني شيء مشكلة، ليس لهم لا مرجع سياسي ولا مرجع ديني، هناك جماعات، هناك أناس يهتمون بالمسألة السنية، ولكن من وكيف مسألة معقدة جدا. الشيعة غير منظمين، يتكلمون باسم دولة، ولكن هناك دويلات كثيرة في العراق تتكلم باسم دول أقوى من العراق التي نراه. يعني هل ظهور العمليات الآن الدائرة في الفلوجة، ظهورها بهذا الوجه الطائفي هو الذي عقد الأمر إلى هذا التعقيد؟ لم يعقد مسألة تحرير الموصل. نعم. لا لا لا، غير مسارات أخرى، غير استراتيجيات أخرى. يعني الحكومة العراقية يجب أن تختار إما العمل مع التحالف العالمي والاستغناء عن بعض الميليشيات الإيرانية التي تساعد الحشد الشعبي، والدخول في السياق العام، لأن لا عرب، التحالفات العربية الآن فعلا مشغولة في اليمن ولا تستطيع التركيز على العراق، ولكن مهمة جدا للعراق كدولة أن تهتم بحواليها. المشكلة أن العراق تهتم و
تأخذ الكلام الجدي فقط من إيران وليس من غيرها من الدول، وهذه معضلة دولية يعني ستسبب الكثير من المشاكل. على سؤالك تأخير الموصل ليست لمسألة الفلوجة، بل الأشياء التي ذكرتها عن القوات العراقية غير مستعدة لحد الآن. الأكراد هم القوى الوحيدة، لا الأكراد ولا السنة يقبلون عدم مشاركة السنة في تحرير الموصل. المشكلة كما ذكرنا كيف نقوم بحرب مع تفادي أرواح الكثير من الأبرياء، ماذا بعد مرحلة الموصل؟ مشكلة لأن مشكلة داعش لو ذهبت ماذا سيكون عراق الغد؟ سيكون ثلاثة أقاليم، ستكون دول مجزأة، ستكون انتخابات أخرى، فكل هذا يجب أن يخطط ويتفق عليه قبل تحرير العراق من داعش. طيب سياسيا سيد سردار، هل يمكن القول بأن يعني الآن أوباما يريد أن يترك الشقة على من بقى كما يقال ويترك كل الأمور والمشاكل العالقة الآن سواء في المنطقة أو في مناطق أخرى على الرئيس المقبل الذي سيكون أكيد من الجمهوريين؟ لا نعلم لحد الآن، الشعب الأمريكي يجب أن يقرر، يعني أصبح الأمر معروف بثماني سنوات. نعم لحد الآن غير معروف، دعنا لا نستبق الأحداث، ولكن مسألة أن يترك الرئيس مشاكله لما بعد هذا أمر معروف. أوباما أيضا وبيل كلينتون ورثوا عن جورج بوش الأب حرب العراق وهلما جرى وحرب أفغانستان أيضا وكل الحروب. هذه ليست بالمشكلة والمعضلة، سياسة أمريكا لا تتغير كثيرا بتغيير رؤسائها الاستراتيجية أقصد. يعني الحرب على داعش لن تتغير إذا جاء الديمقراطيون أو الجمهوريون، سياق المعركة ممكن يعني يتغير أو بعض الأشياء الطفيفة يجب أن تتغير، أما سياسة أمريكا حول الحرب على داعش قرار سياسي استراتيجي منقوش ومكتوب ولا شك ولا غبار عليه. نعم طيب الأيام المقبلة كيف يعني سوف تكون يعني في خضم ما تقوله واشنطن تجاه تنظيم داعش في الموصل والرقة؟ تحضيرات هي مرحلة تحضيرات للمنطقتين. إذا كانت الحرب كحرب كمعركة فأعتقد أن الرقة أسهل بكثير تحريرها من الموصل، صحيح أنها عاصمة داعش المعترفة بها، لكن كبر المنطقة وجغرافية المنطقة وعدد الناس التي بها والأرضية يعني تجعلها مختلفة سهلة مختلفة عن العراق بالضبط. على الخلاف على ما هو في العراق. على كل في ختام هذه الحلقة نشكر المحلل السياسي السيد سردار دوسكي، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم. تقبلوا تحيات مخرجة هذه الحلقة سيبا الكاميران. إلى اللقاء.